السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب. النهاردة المحاضرة الأخيرة لنا في الشرح الجزء الخاص بباسكال برنسبل. طبعا في كلام كتير حوالين الإكزام بتاع تانية ثانوي، انتوا عارفين ان انتوا خلاص ما بقاش عندكم الإكسبيرمنت إكزام، هيبقى الفاينل على طول. فلو ما رجعتش الدراسة أو ما تحصلش تغيير، فاحنا هنمتحن لحد المنهج بتاع 15 مارس. في ناس بتقول ان هو لحد المانوميتر بس، وفي ناس بتقول لحد باسكال. انا كده كده عشان يبقى احنا في السيف سايد هنشرح النهارده باسكال برنسبل الابلكيشن بتاعته، وان شاء الله المحاضره الجايه نبدا بقى نعمل تايم كده، تايم تيبل نحل فيه الاسئله اللي ممكن نحلها واجزاء من الامتحانات بتاعه المعاصر، بحيث ان احنا نلم اكبر جزء ممكن. فهنقول باسكال برنسبل احتياطي يبقى موجود وانس ان احنا لحد المانوميتر احنا خلاص شرحناه. لحد باسكال برضه هو جزء بسيط وهنبدا فيه شرح باذن الله، بحيث انه يبقى كده في الامان. رجعت بقى الدراسه وكملنا، يبقى احنا اوريدي عملناه. ما رجعتش يبقى احنا وصلنا للمرحله الايه اللي تهمنا، وهي باسكال برنسبل. تعالوا بقى نبدا النهارده الجزء الاخير من شرحنا باسكال برنسبل، ونربط الكلام بقى ببعضه بكل الموضوع بالبريشر بالدينستي ده كله. تعالوا نشوف مع بعض باسكال برنسبل واخر جزء في شابتر 3 في الهيدروستاتكس. باسكال ده عالم، الراجل ده حب يستفاد من فكرة مهمة جدا قلناها في بداية شابتر 3 خالص، وهي الفرق ما بين الليكويدز والجازز، الفرق اللي ما بينهم اللي استفاد منه باسكال في فكرته. الفرق ده لو نفتكره مع بعض قلنا ايه؟ قلنا الفرق ما بين الجازز والليكويدز ايه؟ كنا بنقول ان الجازز والليكويدز الاتنين هم دول اللي بنسميهم الفلويدز. الفلويدز هي اي ماتيريال ذات كان فلو. طيب ايه الفرق بين الليكويدز والجازز؟ لان الاثنين فلويدز كان فلو. الليكويدز كانت انكمبرسبل، يعني ما بتنضغطش. لو جبت اي ليكويد وحاولت تضغطه مش هينضغط، لان الفوليوم بتاع الليكويدز فيكسد، تمام كده، لانها بتاخد نفس الفوليوم. اما الجازز كومبرسبل، بتنضغط، فممكن اغير في البريشر بتاعها، بزود او اقلله، وبالتالي اغير في الفوليوم والتمبرتشر. ده كلام ان شاء الله لو لينا نصيب هناخده في اخر شابتر اللي هو الجاز لوز. لكن باسكال من هنا فكر في فكرته ان الليكويدز انكمبرسبل، فبالتالي باسكال قال من الفكره دي كونسبت مهم جدا. قال ايه؟ when a pressure applied to a liquid enclosed in a container. لو عندي كونتينر زي ده كده، الكونتينر ده مقفول تماما في جواه ليكويد، وانا ضغطت عليه من فوق زي ما انتم شايفين كده عن طريق حاجه اسمها البيستون، والبيستون يعني مكبس، حاجه كده بتضغط بيها، تمام، كانها زي سيركل، دايره ومقفوله على قد الكونتينر بالظبط، وانت بتضغط بيها على الليكويد. لو انا عملت البريشر على الليكويد اللي مقفول جوه كونتينر، ايه اللي هيحصل؟ بريشر از ترانسميتد ان دايمنشند، البريشر هيتنقل بالكامل تو افري بورشن، لكل جزء اوف ذا ليكويد اند ذا وولز اوف ذا كونتينر. يعني هنا انا لو عندي بيستون وضغطت عليه ببريشر P1، البريشر ده لو انا ضغطت بيه وكان الليكويد هايت من هنا لحد النقطه اللي بالبطن دي كان H، وزودت كمان البريشر باني حطيت لود زي ده تقل او وزن، برضه هيفضل الهايت ايه؟ H. امال ايه اللي هيحصل؟ البريشر هيتنقل لكل جزء من اجزاء الكونتينر من غير ما يتغير الفوليوم. يعني باختصار البريشر هيزيد لدرجه ان ممكن من كتر الضغط الكونتينر ده اكسبلود، دي ينفجر خلاص. واحنا نعرف الكلام ده لو انا جبت مثلا انبوبه زي انبوبه بوتاجاز او حاجه وسخنتها لفتره، ابص الاقي اللي بيحصل لها ايه؟ اكسبلوجن او اكسبلود، بتنفجر. تنفجر لان مفيش مكان يتغير، مفيش فوليوم، فوليوم ثابت. نفس الكلام هنا، ان الفوليوم بتاع البريش الليكويدز ما بيتغيرش، فاي بريشر هيتنقل لكل الكونتينر ده، تمام. هنا هو بيتخيل اهو، لو انا عندي كونتينر مقفول وضغطت عليه، فالليكويد البريشر اللي انا بضغط بيه هنا بيتنقل اهو لكل جزء، ده وده وده، كل ده بيضغط في كل حته، بيضغط على الووتر وعلى كمان الوولز اوف ذا كونتينر. عشان كده لما بيجي يسالني احيانا سؤال مهم جدا، السؤال هو ليه on increasing the pressure on a press into the container filled with liquid press does not move downward. لو ضغطت على ليكويد موجود في كونتينر بقوة، الليكويد مش هينضغط، او البيستون او الجزء اللي بضغط بيه ده مش هيتغير، مش هيتحرك. ليه؟ due to the incompressibility، الجزء اللي اتكلمنا عنه of liquid، مش بتنضغط.
وبالتالي باسكال برينسيبل از نوت ابلايد اون جازز، ما ينفعش اطبق قانون باسكال على الجازز عشان الجازز ايه كومبريسبل بتنضغط، وبالتالي الكلام ده يغير فيه. طيب تعالوا نشوف كده حاجة مع بعض لفكرة توضح لنا موضوع باسكال برينسيبل عشان نفهم باسكال برينسيبل. احنا قلنا ايه هو؟ A change in pressure at any point in an enclosed fluid at rest is transmitted on dimension to all position of liquid. فانا لو عندي زي اليو شيبد تيوب كده بالظبط، كانها يو شيبد تيوب بالظبط، هي كانها يو شيبد تيوب، بس عندي هنا بيستون 1 وبيستون 2، بيستون الصغير والبيستون الكبير. البيستون الصغير ليه اريا A ويضغط عليه فورس F، والبيستون الكبير ليه اريا A2 وضغط عليه فورس F2. يبقى هذا هنا لو انا عندي اليو شيبد تيوب وجواها ليكويد ووتر اويل وات ايفر، وبضغط انا عندي تو بيستونز السمول بيستون واللارج بيستون، فلو انا ضغطت البيستون هنا بفورس بفورس هنا F1 على البيستون اللي الاريا بتاعته A1، هيتنقل البريشر جوه الكونتينر لانه هيبدا يضغط، وين البريشر من هنا لهنا، لان البريشر اللي بضغط بيه هنا هو اللي هيروح الناحيه التانيه. ليه البريشر اللي هيبقى هنا هو اللي هيروح هنا؟ عشان باسكال قال ان اي بريشر بضغط بيه على ليكويد البريشر بيتنقل زي ما هو في الليكويد. فانا هنا الفكره اللي فاتت كان كونتينر مقفول مفيش ليه اي مخرج، هو مخرج واحد بس مكان ما انا بضغط. طب لو انا عامل تو انكس زي دول كده او تو سايدز زي دول زي اليو شيب تيوب، انا ما هضغط عند البيستون الصغير البريشر بتاعي هيتنقل للبيستون الكبير زي ما هو. طيب عشان كده انا قلت ايه، بدأت كلامي ان لو اثرت بفورس F1 على البيستون اللي الاريا بتاعته A1 ده اللي هو السمول 1، هلاقي الفورس بتاعتي هتتنقل من الجزء اللي هنا للناحية التانية، فالفورس والاريا اللي قلنا عليهم على السمول بيستون لما بيتنقل البريشر اللي هو فورس على اريا بيروح هناك على اريا اكبر اللي هي A2، فبيديني فورس تانية F2 بتأثر upward، يبقى الفورس اللي بذلتها هنا على السمول بيستون اتحولت فورس على الاريا لبريشر، اتنقل البريشر جوه الليكويد ده للبيستون التاني فلقى الاريا اكبر فتولدت فورس اكبر زائد البيستون دي ايه ده ايه upward، يبقى فورس على اريا سمول هي نفسها لو رحت الاقيها فورس على اريا لارج. اهو زي ما انتم شايفين انا بضغط على السمول بيستون فالبريشر بيتنقل في كل حته ويروح يزق معايا، نفس الكلام لو رجعت تاني العكس هلاقي البريشر بيتحرك. يبقى اذا الفكره ان البريشر اللي هو فورس اوفر اريا هو اللي بيديني الفكره دي. فمثلا بيديني البريشر، فمثلا لو عندي بذلت فورس 100 نيوتن على الاريا بتاعتي 1، هلاقي ان لو الاريا هنا بقت 2 لازم الفورس تبقى كام؟ تبقى 200، وده معناها ان هنا لو انا ضغطت بفورس او اثرت بفورس 100 نيوتن على الاريا الصغيره 1 سنتيمتر سكوير، هلاقي ان نتيجه ان 100 على 1 اللي هو البريشر ايكوال 100، لما يروح بقى البريشر ده هنا اللي ب 100 نيوتن بير متر سكوير يضغط على اريا كبيره شويه 2، هتلاقي ان الفورس لازم تزيد غصب عني، هتبقى كام؟ هتبقى 200، يبقى الفورس هنا زادت. كل ده ديبينز على فكره واحده بس، ان البريشر اللي انا باثر بيه هنا اللي هو البريشر عند السمول بيستون هو نفسه البريشر اللي بيروح هناك عند اللارج بيستون، لان البريشر ايكوال والبريشر فورس اوفر الاريا، فالاف سمول اوفر الاريا سمول هي نفسها هتبقى الاف كابيتال على الاي كابيتال. يعني ايه؟ يعني بما ان باسكال انا ان البريشر اللي بضغط بيه هنا هو نفسه البريشر اللي هيروح هناك، يبقى الفورس على اريا اللي هو ناتج البريشر عند السمول بيستون هو نفس الفورس على اريا البريشر على اللارج بيستون. طب انا استفدت ايه من الفكره دي؟ ان لما بضغط بفورس قيمتها 100 على اريا 1 والبريشر الناتج بيه اللي هو 100 نيوتن بير متر سكوير
اتنقل، لأن الاريا هنا بقت قدامي كام؟ 2. فلازم بما ان البريشر ثابت الفورس تزيد تبقى كام؟ 200. اذا الفكرة اللي قدامي دي اللي هي اعتمدت على باسكال برينسيبل كان الهدف منها هو اللي انا شايفه الرقم ده، ان يحصل انلارجمنت او فانكشن، ان انا ازود الفورس، كبرت القوة اللي استفدت بيها. كنت ببذل القوة بمية نيوتن على 1 سنتيمتر سكوير، فلما البريشر راح هناك لقى الاريا 2 كان لازم الفورس تزيد تبقى 200 عشان يفضل البريشر ثابت. الفكرة دي بقى اللي احنا هنسميها ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض. هنلاقي هنا مكتوب عندنا application based on pascal principle. يعني باسكال برينسيبل ده لما درسته استفدت بيه ان انا عملت ايه؟ نمبر 1 الهيدروليك بريس. الهيدروليك بريس او المكبس الهيدروليكي ده اللي بتلاقيه في محطه العربيات او البنزين، تلاقي ان العربيه بيخش كده على الجهاز والراجل بيدوس على زرار تبص للعربيه طلعت لفوق، او ان انت الكوريك بتاع العربيه تقريبا يعني بنفس الفكره، زي انت بتضغط بفورس هنا صغيره بايديك بتلاقي الفورس كبرت، لان مش معقول الفورس اللي انت بتبذلها بايدك دي هترفع العربيه، لكن عن طريق حاجه زي كده السيستم ده لو بص الاقي الايه الفورس زادت. اذا الشكل اللي احنا شفناه هناك وهناخده بالتفصيل اكتر دلوقتي اسمه الهيدروليك بريس. ده استفاد من فكره ان البريشر اللي ببذله على مكان في الليكويد بيتنقل زي ما هو لمكان تاني بما ان الليكويد انكمبرسبل. كمان الكار بريكس، فرامل العربيه، نفس الفكره. يا فرامل العربية دي، هل انت الضغطة اللي بتضغطها برجلك على العربية في دواسة الفرامل توقف قوة كافية توقف عربية؟ طبعا لا، لكن عن طريق السيستم بتاع العربية بتاع الفرامل. ونسمع دايما ان الفرامل فيها حاجة اسمها زيت الفرامل، ده الليكويد اللي وظيفته ان ياخد البريشر اللي بتأثر بيه من رجلك يوصله هو لنفس البريشر عند ايه التي بتاع الفرامل او السيستم بتاع الفرامل. فالضغطة دي هي اللي بتروح هناك. طب انت بتضغط برجليك بفرصة صغيرة على اريا صغيرة اللي هي دواسة الفرامل، الزيت بقى بتاع الفرامل او السيستم ده ياخد الضغطة دي يوديها الاماكن اللي بتوقف الفرامل في العربية اللي هو تقيل الفرامل، فالاريا بتبقى اكبر فالفرصة كمان ايه بتزيد، فبالتالي تقدر توقف العربية. عشان كده مكتوب ايه هي اليوزس اوف هيدروليك بريس. انا بستخدم الهيدروليك بريس ده في ايه؟ بستخدمه to produce large force. أنا بكبر الفورس اللي بتأثر على اللارج بيستون من السمول فورس اللي أنا بذلتها على السمول بيستون. يبقى ده الهدف من إن أنا استخدمت فكرة باسكال في إن أنا عملت بيها الهيدروليك بريس. الهيدروليك بريس اللي برفع بيه عربية أو الفرامل اللي بقف بيه العربية. طيب إيه الهدف من الاتنين دول؟ هما الاتنين based on باسكال، فكرتهم باسكال، لكن الهدف من استخدامهم ان انا احصل على لارج فورس من السمول فورس، فاقدر استفاد بالميكانيكال ادفانتج، الفايده الميكانيكيه، القوه الزياده اللي عادت عليا من الهيدروليك بريس. تعالوا بقى نشوف الهيدروليك بريس بشكل اوضح ونشوف تركيبه ايه واستخداماته والاسئله بتاعته. هنا في باسكال برينسيبل هو الفكره بتاعته كلها ان انا بستخدمها ازاي في الفلويد ميكانيكس، في الميديسن او في الاندستري او في الابليكيشن بتاعتي. تعالوا نشوف بقى استخداماته ازاي. هنا عشان يوضح لي ازاي ان لما بضغط ببريشر، اي بريشر بضغط بيه على انكلوزد ليكويد او فلويد، ازاي بيتنقل بالكامل لكل جزء كل دايركشن. انا لو عندي هنا كونتينر زي ده مليان من جوه ليكويد زي الووتر، وعملت فيه هول كده وحطيت تيوب، التيوب دي فاضيه وهزود انا من فوق ووتر، المفروض ان ده كله مليان بالووتر. وانس ان انا بحط ووتر من هنا، الهايت ده كله يعتبر بريشر، لان احنا عارفين ان البريشر ايكوال ايه؟ رو جي اتش. طيب سنس ان انا عارف ان البريشر في الليكويد ايكوالز رو جي اتش، بالتالي الهايت الكبير ده خصوصا اللي من هنا لحد البوتوم لحد النقطة دي كل ده هايت، فمعناها لما الهايت بيزيد البريشر بيزيد. طب بما ان انا زودت الهايت فالبريشر زاد، بدأ بقى ايه هلاحظ ان الليكويد هيطلع نتيجة البريشر
من فتحات اللي هي مكان الخشب ده. اذا الفتحات دي بيطلع منها الليكويد كله بنفس البريشر بنفس القوة. عشان كده قلنا ان باسكال قال ان لما اقصر بريشر على اي انكلوزد ليكويد البريشر ده ترانسميتد بيتنقل في الفلويد بشكل ايكوال في كل الدايركشن. زي ما انتم شايفين هنا في كل الدايركشن هتبدأ المية تخرج منه بدليل على ان البريشر زاد نتيجة ان الهايت ايه زاد. الشكل اللي قدامنا ده بيوريني هيدروليك بريس. شكل الهيدروليك بريس سيمبل عبارة عن ايه؟ قلتلكوا هو في الاساس زي كأنه يو شيبد تيوب، بس عندي الاريا بتاعت التو سايدز مختلفين، هنا دي نارو ودي لارج. وده الهدف، ان انا بستخدم اريا صغيرة وفورس صغيرة عشان لما البريشر يتنقل للاريا الكبيرة يديني فورس اكبر. ده الغرض من الهيدروليك بريس اللي بيعتمد على ان البريشر حسب فكرة باسكال ثابت. احد اشهر البروبلمز او المسائل ممكن تجيلي، بس طبعا من غير رسمة او برسم مش هتفرق، لو جاب لي هيدروليك بريس بالشكل ده وحطت هنا لود او ماس، وليكن الماس دي 500 كيلوغرام، وعايز يسألني يقولي لو انا قصرت هنا بفورس سمول اقصر بفورس سمول كام عشان اقدر اضغط على البيستون ده عشان يقدر يرفع الماس او اللود ده. تعالوا نشوف كده شكل السؤال. هنا واضح ان هو مديني ان الراديوس ده ب 2 سنتي وده ب 10 سنتي، وبيقول لي given the radii of the two pistons. البيستونز دي وطبعا دايما في مسائلنا البيستون بيبقى على شكل ايه؟ سيركل. What is the minimum force that is needed to be applied to the piston 1؟ تمام كده؟ In order for the weight on the piston 2 to be held up، عشان اقدر ارفعهم لفوق against gravity. طيب اذا البادي ده اللي هو اللي موجود قدامي بيزق بفورس لتحت كام؟ اللي هي الماس باي الجرافيتي اللي هو الويت. اذا البادي ده بيشد لتحت او تقله لتحت بيعبر عنه بالفورس اوف جرافيتي او الويت. فانا عشان اقدر ارفعه لازم يكون في هنا الفورس اللي هتأثر عندي على البيستون تول اللي انا عايز ارفع بيها لفوق. فعشان اتغلب على تقله واقدر ارفع لفوق، فالاف 2 اللي جنريتد على السمول بيستون اللي هتنتج على البيستون الكبير، اسف على اللارج بيستون، هي اللي لازم تكون قد الويت لان انا بتغلب على تقل. اذا تاني عشان اقدر ارفع التقل ده لفوق لازم اتغلب على وزنه اللي بيزق لتحت. يبقى الفورس اللي هتطلع عندي على اللارج بيستون لازم تبقى قد الويت عشان اقدر ارفعه لفوق واتغلب عليه. طبعا قده او اكبر، بس انا مفترض هنا انها قده عشان اقدر اجيب رقم مظبوط. طيب يبقى مبدئيا البدايه بتاعتي بتقول ايه؟ ان الفورس اوف جرافيتي او وزن البادي لازم يكون قد الفورس اللي هزقه بيها ابورد. طب وبعدين؟ تعالوا بقى نشوف دلوقتي الفكره بتقول ايه. ان باسكال قال ان البريشر اللي هنا هو نفسه البريشر اللي هيروح هنا. طب البريشر اللي على السمول بيستون عباره عن الاف 1 على الاريا 1 او اف سمول على اريا سمول. طب والبريشر اللي هيروح على اللارج بيستون عباره عن اف 2 على اريا 2 اللي الاف لارج على الاريا لارج. طب باسكال قال ايه؟ ان البريشر اللي على الفيرست بيستون هو نفس البريشر اللي هيروح على السمول بيستون، لان هو قال ان البريشر اللي بضغط بيه هنا بيتنقل ان دايمنشن بالكامل الناحيه الثانيه من غير ما افقد اي ايه؟ اي بريشر. طيب لو انا بقى عملت سبستيتيوشن وهحط بقى الاثنين دول ايكوال، ده معناها ان اف 1 على اي 1 ايكوال اف 2 على اي 2 او اف سمول على اريا سمول هي اف لارج على اريا لارج، الاثنين ايكوال حسب باسكال ايه برينسيبل. من دي هقول ايه؟ سبستيتيوشن. طيب وبعدين انا عايز مين بقى؟ انا عايز الاف سمول اللي على السمول بيستون. يبقى الاف سمول لو انا دلوقتي هحسبها، الاف سمول ايكوال ايه؟ بمنتهى البساطه الاف سمول لو انا عملت كروس مالتيبليكيشن الاف 1 هتبقى ايه؟ F2 times A2 times A1 على A2. يعني لو أنا هشوف كده شكل الـ relation، أنا عايز أحسب F1. طيب F1 دي الـ F1 دي هتبقى equal A، هتبقى equal F2 times A1 على A2. طيب
خلي بالكم معايا بقى، ال F2 هي ال weight اللي انا بدور عليه. طيب لو رجعنا سنة كده، ال F2 هي ال weight زي ما انتوا شايفين. طيب يبقى F1 equal A1 على A2 اللي هو ال fraction ده times ال F2 اللي هي ال weight. ابدأ بعمل substitution. طب ما ال FG او ال weight equal ال weight mass by gravity من نيوتن سكند لو، والاريا بتاعت اي بيستون دايما بنعوض عنها بالاريا بتاعت السيركل اللي هي تبقى ايه؟ باي ار سكوير. يبقى الاول حولت الويت لماس باي جرافيتي، ثم بعد كده الاريا بتاعت البيستون A1 و A2 حطيت مكانهم ايه؟ باي ار 1 سكوير على باي ار 2 سكوير. دايما بحط مكان الاريا الاريا في سيركل، ثم اقدر اكنسل بقى الباي مع الباي، يتفضل R1 بار 2 على R2 بار 2. ممكن حد بقى يسألني، طبعا انا لما اجي اعمل سبستيتيوشن هل محتاج احول السنتيمتر هنا للمتر؟ لو هو ريشيو والاتنين زي بعض خلاص مش محتاج. يعني ممكن تقول ايه، هعمل بقى سبستيتيوشن من انا عايز اجيب الاف سمول، الماس بكام؟ الماس عندي هو مدهني بكام؟ ب 500 كيلو جرام، تمام كده، تايمز الجرافيتي بكام؟ ب 10 او 9.8 زي ما اقولها لي. الكلام ده تايمز تاني، انا عندي بقى ايه الريشيو بتاع الراديوس. الراديوس R1 اللي نقصد بيه مين؟ الار سمول اللي هي 2 all power 2، ثم الار التانية اللي هي كام؟ 10 برضو all power 2. اكيد انا اعمل substitution عشان اقدر اجيب ايه؟ السمول فورس او الفورس على السمول بيستون. بعد ما اعمل substitution واطلعها تطلع معايا ب 196 نيوتن. اذن انت علشان تقدر ترفع اللود ده لفوق لازم تبذل سمول فورس بكام؟ 196 نيوتن. شوف بقى انت لما تبذل ده تقدر ترفع اللود اللي وزنه 500 كيلو او نص طن. اكيد انت هتقدر تستفاد بقى بالميكانيكال ادفنتج او الفايدة اللي زودتها من الفورس. كده احنا فهمنا فكرة الهيدروليك بريس. تعالوا بقى نرجع تاني لبقية كلام. اذن ايه تركيب الهيدروليك بريس؟ سمول بيستون دي كروس سيكشن اريا A سمول، ولارج بيستون دي كروس سيكشن اريا A كابيتال. السبيس ما بين التو بيستونز دول زي ما انتم شايفين، لو انا اقول يبقى هنا ده السمول بيستون وده اللارج بيستون، دي A سمول ودي A كابيتال. الليكويد اللي هنا اللي ما بينهم الفلو او السبيس ده مليان بليكويد انكمبريسبل، ممكن يبقى اويل او ووتر حسب بقى، وطبعا هو في الغالب بيبقى اويل بس حسب اللي انا هستخدمه. طيب بعد كده ايه تاني عندي؟ هو بيسألني بقى او بيتكلم معايا في الكونستراكشن، بيقول لي if a small piston if small force if is acted on the small piston، لو انا اثرت ب small force if small على ال small piston، تمام كده، ليه area is small، the liquid will be affected by pressure، هيتأثر هنا pressure ويتنقل undimensioned بالكامل الناحية التانية. فإذن البريشر على السمول بيستون F سمول over A سمول، البريشر ترانسميتد on dimension حسب فكرة باسكال عن طريق الليكويد من اللور سيرفيس اوف ذا لارج بيستون، ويضغط هنا على اللور سيرفيس على السطح اللي تحت على اللارج بيستون، فيديني فورس لارج وده الغرض اللي اتفقنا عليه F كابيتال على الاريا الكبير. يبقى عشان الاريا زادت بقى عندي فورس اكبر. طب وبعدين؟ وما ان فكرة باسكال ان البريشر عند السمول هو نفسه البريشر عند اللارج، ف P1 equal B2 او B small equal B large، يبقى A small على F small على A small equal F capital على A capital. وبكده يبقى انا حققت فكرة باسكال ان انا ازاي اضغط بأريا صغير بفرصة صغيرة على أريا صغيرة شايديني فرصة كبيرة على أريا اكبر. طيب في الاخر بقى انا بعمل الجهاز ده اتفقنا ليه؟ عشان ازود الفورس بتاعتي. الفورس بتاعتي اللي بتزيد دي اللي انا اللي هي الميكانيكال ادفانتج او الفايده اللي استفدت بيها ميكانيكيا، زودت قوتي قد ايه. وفعلا دي حاجه مهمه جدا ما تتحسب، نسبه الفورس اللي زادت كام في الميه، دي حاجه اسمها الميكانيكال ادفانتج. كلمه الميكانيكال ادفانتج يعني الفايده الميكانيكيه او الزياده في القوه اللي انا استفدت بيه. وعشان اقدر احسبه بعرفه منين؟ بعمل ريشيو ما بين القوة اللي زادت over القوة اللي
انا بذلتها؟ يعني مثلا لو انا كنت بذلت قوة 10 نيوتن والفورس اللي طلعت لي ب 100 نيوتن، 100 اوفر 10 تطلع كام؟ 10. اذا ده معناه ان انا زودت الفورس كام مرة؟ 10 مرات. يبقى انا زودت الفورس كام مرة معناها استفدت ميكانيكالي بزيادة قد ايه؟ يبقى الزيادة دي بسميها انا الميكانيكال ادفنتج او الفايدة الميكانيكية. في نفس الوقت الورك دان اللي ببذله على السمول بيستون المفروض يبقى هو نفسه الورك دان اللي على لارج بيستون، يعني المجهود اللي بيتبذل هنا ونفسه المجهود اللي بحصل عليه هنا. ده صحيح بس في حالة واحدة بس، في حاجة اسمها الايديال بيستون، المكبس المثالي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بفرض ان انا مفيش عندي فريكشن فورس ما بين البيستون والول اوف ذا كونتينر، وطبعا ما بيحصلش مش حقيقي بس انا هفترض ده، بفرض ان الليكود اللي جوه ما فيهوش اير بابل، ما فيش فجوات او يعني فقاعات من الهواء صغيره كده لما اضغط ممكن تنضغط معايا لان الاير كومبرس الجاز كومبرسبل. فبالتالي انا بفترض المفروض يعني ان الاريا على البورك ده اللي ببذله على اللارج اللي ببذله عند السمول هو اللي بيوصل للارج. فمن فكرة ان الورك دان على السمول بيستون قد الورك دان على اللارج بيستون، فبقول الورك دان احنا خدناه في سنة اولى ثانوي هو الفورس تايمز الديستنس اللي انا هديتها سيمبل ايه؟ اس، عشان ما تتلخبطش مع حاجة هقولها كمان شوية. فهو من هي الفكرة دي قال ان الفورس في الديستنس للسمول بيستون هو نفسه الفورس في الديستنس للارج بيستون. طيب انت لسه قايل ان الميكانيكال ادفنتج هي الريشيو الفراكشن ما بين الفرص الكبيره والصغيره، يبقى انا لو جبت هنا الفرص الصغيره تحت فتبقى اف كابيتال على اف سمول، هودي الاس الكبيره الناحيه التانية فتبقى اف كابيتال اوفر اف سمول ايكوال اس سمول اوفر اس كابيتال. يعني ايه؟ يعني لو انت ضغطت بفورس صغيره المسافه اللي هيتحركها السمول بيستون دايما اكبر من المسافه اللي بيتحركها اللارج بيستون، لان الاف كابيتال للرقم الاكبر قدامه الاس سمول. اذا لو انا عايز احسب الميكانيكال ادفنتج اللي هي انا زودت الفورس كم مره، عندي الاحتمالات الاتيه، ممكن الاول اف كابيتال على اف سمول او بنفس الفكره لان هتبقى ايه كابيتال على ايه سمول، او بما ان انا عارف ان الاريا بتاعتي عباره عن سيركل فهي ايه باي ار سكوير، فلو حطيتها هنا الباي هتطير مع الباي في المكان ده زي ما عملنا في المسائل اللي فاتت، تبقى ار سكوير على ار سكوير. طبعا الكبيره دي معناها لارج والصغيره سمول، والريشيو بتاع الراديوس هو نفسه ريشيو الديامتر. يعني لو حطيت ار سكوير هنا على ار سكوير وخليت الديامتر مكان الراديوس هديك نفس الريشيو، تمام كده؟ او الاس الصغيره على الاس الكبيره، هنا بقى الوحيده اللي مقلوبه. هتلاحظ كل اللي فوق الاف الكابيتال لللارج، الاريا اللارج، الراديوس لارج، دايمتر اللارج، الوحيد اللي سمول هو الديستنس وكمان الفلوستي. بمعنى لما بضغط هنا انا علشان ده اكبر، فلما بضغط بمشي مسافه هنا اكبر من المسافه اللي بتطلع هنا، وكمان بمشي بسرعه عند السمول اكبر من اللارج. طيب عايزين نشوف ده كده بعينين عشان نحس بالمعنى ازاي المسافه اللي هنا بتبقى اكبر من اللي هنا والسرعه اكبر. تعالوا كده هوريكم حاجه كنا ايه عملنا ايه ابلكيشن او انترودكشن قبل كده عشان تفهموا. هنا ده ابلكيشن يشبه باسكال برينسيبل، الشباب اللي معانا من اول السنه عارفين احنا اشتغلنا على حاجه زي كده في البريشر. هي الفكره هنا ايه؟ ان انا عندي كان ده بالظبط يو شيبد تيوب، هنا اريا سمول واريا لارج، وكانها يو شيبد تيوب كونكتد طبعا من تحت اهي وعلى نفس الهوريزونتال ليفل. طيب انا دلوقتي لو حطيت كده اللاينز ودي الوتر اللي عندي، وعايز اشوف لما اضغط هنا على السمول بيستون بسمول بيستون على سمول اريا هيحصل ايه هنا. لو انا ضغطت حطيت ده كده، بصوا مجرد ما احطه ابدا الايه الووتر رايزز. طيب هنجيب ده كمان ونحطه هنا، الووتر هترايز تاني. خلي بالكوا بقى هرجع لكم تاني عشان تركزوا معايا في الحتة دي. هنا الاتنين دول كانوا على نفس الليفل، بصوا معايا كده هنا لو انا جبت الرولر دي ونحاول نشوف الفكرة بتاعتها.
انا هنا عندي لو انا جيت الجزء ده اللي هو الماس دي وسبتها هنا كده، هلاقي الديستنس هنا لو رفعناها تاني اهو، بصوا انا ده بالميتر عندي. فانا لما اجيب هنا واحط الماس دي هي نزلت قد ايه هنا؟ 1 متر تقريبا. طيب تعالوا بقى نشوف، هنرجع تاني هنا الووتر كانت عند الليفل ده، تمام هطلع فوق شوية عشان تحاولوا تفهموا، هخليها عند الوان عشان نعرف هنزيد قد ايه. هجيب الماس دي واحطها هنا، بصوا هنا انا هنا لما بصيت بالرولر كنت نزلت 1 متر. طيب هنا لما تبص تلاقي هنا الفرق اقل من 1 متر، شوفوا هنا عند الزيرو كان طلع لأقل من 1 متر، هنا كان ده كأنه الزيرو بتاعي اللي كنت فيه في الأول، والوتر وصلت لحد هنا ده كده أقل من 1 متر. إذا الديستنس اللي مشيتها هنا أقل من الديستنس اللي زادت. طب لو زودت هنا كده، بصوا لسه برضو ما وصلتش لل 1 متر، ال 1 متر فوق هنا، مع إن هنا نزلت كده، أنا قلت كل واحدة بتنزل متر، فأنا لما حطيت المفروض هنا نزلت 2 متر، طلعت برضو اقل من 1. ده معناها ان الديستنس اللي بمشيها هنا لما بضغط على السمول بيستون اقل كتير، بصوا انا على نفس الهوريزونتال ليفل اهو، اقل من الوتر اللي انا كنت في الليفل ده في الاول. شوف الجزء اللي طلع الجزء الصغير ده، واللي نزلته انا كنت في الليفل ده في الاول، نفس الليفل اللي نزلته هو المكان ده. يبقى اذا الديستنس اللي بيمشيها السمول بيستون اكبر من اللي بتطلع عند اللارج بيستون، ولو زودت اكتر شوفوا بقى هنا هنزل مسافة قد ايه كبيرة ازاي. بصوا هنا الووتر طلعت مسافة صغيرة، يا دوبك وصلت دلوقتي بس للميتر هايت. اذا المسافة اللي بنزلها انا بالسمول بيستون بطلع اقل منها بكتير باللارج بيستون، يبقى هنا الديستنس عند السمول اكبر من الديستنس اللي عند الايه اللارج. وده يخليني لما ارجع هنا باك تاني للشيت بتاعي هتلاقوني هنا عملت ايه، الاس كانت للسمول بيستون فوق وللارج بيستون تحت. وخدت بالكم لو خدت بالكم في الجزء اللي فات كان السرعة اللي بينزل بيها السمول بيستون اقل من اللي بيطلع بيها اللارج بيستون. تعالوا هراها لكم تاني عشان تفهموا معايا، ده حتة مهمة جدا. بصوا بقى راقبوا معايا احنا هنعمل ايه. الأول هنستخدم دينستي أقل شوية، الجازولين أو أويل لأن فيها الدينستي بتاعت الأويل أقل من الووتر، تمام كده. وهنبدأ نشوف إيه، أدي عندي اللاين اللي أنا هشتغل عليه، أنا هشتغل على اللاين ده، ده الهوريزونتال لاين بتاعي. طيب وبعدين لما هحط الماس 1، شوف أنا نزلت هنا فين وطلعت قد إيه، طبعا خلونا نعملها بشكل افضل بالرولر احسن، عايزكم بقى تراقبوا معايا. ده اللاين اللي انا كنت واقف عنده في الاول، وهنا كأنه الزيرو بالنسبه لي اللي هو ال1 متر ده، هحط اول ماس. بصوا انا نزلت هنا مسافه قد ايه، شوفوا هنا الجزء اللي طلعته صغير قوي، يبقى الديستنس عند السمول اكبر من الديستنس عند اللارج، والسرعه كمان. شوفوا هشيل، بصوا هنا نرجع تاني، لاحظوا السرعة اللي بينزل بيها السمول بيستون وبيطلع بيها اللارج بيستون، احط دي كمان، شايفين شوف ده نزل قد ايه، شوف السرعة، السرعة هنا اكبر من هنا. لو حطيت ده كمان شايفين السرعة هنا اسرع كتير وهنا اقل، شوف الديستنس اللي اتحركها قد ايه. اذا السمول بيستون اكبر بس في حاجتين، في الديسبليسمنت اللي بينزلها عن اللارج، وكمان في الفلوستي، الفي بتاعت السمول اكبر من الفي بتاعت اللارج. عشان الابليكيشن ده نقدر بقى نرجع تاني للشيت ونفهم احنا ليه عملنا كده. اذا لما رجعنا هنا تاني للايتا، فالايتا هي الميكانيكال ادفنتج، كل الحاجات الكبيره فوق الاف او الاريا او الراديوس سكوير او الدايمتر سكوير، ما عدا بس حاجتين هما اللي بالعكس ان قيمتهم اكبر، الديسبليسمنت والفلوستي للسمول بيستون. اقدر من اي واحده من دول احسب الميكانيكال ادفنتج، نسبه التكبير اللي حصلت عليها من القوه اللي اخدتها لما بذلت الفورس سمول على السمول بيستون. طيب عندي كمان الابليكيشنز، انا استفدت ايه بقى من الموضوع ده،
قلنا to lift heavy weights زي ما شفنا كده في المسألة اللي فاتت، ان انا اقدر اشيل اجزاء عربيه ليها اوزان بالطن بان انا ابذل فورس بقى صغيره. او to lift the chair of the dentist، عارفين انت دكتور السنان ودلوقتي بالكهرباء طبعا، بس بيدوس كده على الازرار يقدر يحرك المريض ويشيله. وزي ما اتفقنا الكار بريكس اللي هي الفرامل العربيه كلها قايمه على الفكره دي. يبقى اذا الهيدروليك بريس احد اهم الابلكيشن على باسكال برينسيبال هو والكار بريكس. ايه هي بقى الميكانيكال ادفانتج؟ الميكانيكال ادفانتج او اللي اتفقنا عليها من شويه بان رمزها ايتا، ودي تشبه اللي خدناها الترم الاولاني في الفسكوستي، بس دي ايتا بس مش ايتا في اس. هي ممكن ليها ديفينيشنز كتير، هي الريشيو ما بين الفورس اللي على اللارج بيستون للفورس على السمول بيستون، او ريشيو بين الاريا على اللارج والاريا سمول، او لو هقول ديستانس يبقى الديستانس بتاعت مين؟ السمول على الديستانس لارج. باختصار هي الريشيو دايما بين الكبير على الصغير. ده بالنسبه للايه؟ للميكانيكال ادفانتج اللي احنا قلنا معناها بكبر الفورس كام مره، بستفاد بالموضوع ده كام مره. كمان اتكلمنا على الورك دان، قلنا ان الورك دان المفروض يكون على السمول بيستون هو نفسه اللي على اللارج بيستون، لكن قلنا ده مش حقيقي، ده بس موجود في الايديال بريس، المكبس اللي كفاءته 100%. كفاءته بسميها انا ايه؟ efficiency. efficiency يعني الكفاءة. وما فيش مكبس كفاءته 100% طبعا في الحقيقة، لكن efficiency نقول عليها عبارة عن ايه؟ هي الريشيو ما بين الورك دان اللي بيوصل لي على اللارج بيستون to the input work done اللي ببذله على السمول بيستون. اذا الافيشنسي كفاءة الهيدروليك بريس الورك اللي بيوصل لي على الورك اللي ببذله. طبعا لو هطلعه في البرسنتج بضربه تايمز ايه؟ 100، اول فورس اوف ديستانس لارج على الفورس اوف ديستانس سمول. وطبعا عشان نبقى فاهمين الفرق ما بين الافيشنسي والميكانيكال ادفانتج، الميكانيكال ادفانتج دايما رقم مور ذان 1. ليه؟ مش معقول انت تبذل مجهود عشان تجيب فرصه اصغر من اللي انت بتبذلها، انت دايما بتعمل كده عشان تستفيد بفرصه اكبر. فدايما الاف على اللارج اكبر من الاف سمول، والاريا لارج اكبر من الاريا سمول، والاس اللي بتمشيها بالسمول اكبر من اللارج. اذا من الرول او الريليشن بتاعت الايتا مستحيل ابدا تطلع للزن 1، هي دايما مور ذان 1، وكل ما زادت بقى كل ما انت استفدت اكتر. بما ان اللارج بيستون بأثر عليه بلارج فورس والسمول بيستون بأثر عليه بسمول فورس، لكن الديستانس موف للسمول بيستون تبقى هي الايه؟ الاكبر، زي ما شرحنا في الايه؟ في الاكزامبل اللي فات في الهيدروليك بريس. فالورك دان على اللارج هو على السمول، ده قلنا في حاله ان هو ايه؟ الافيشنسي بتاعته 100%. لكن الكلام ده موجود بس زي ما قلنا ايه؟ فور ان ايديال بريس، المكبس المثالي اللي الليكود فيه انكمبرسبل تبقى الافيشنسي بتاعته 1 أو 100%. طبعا ده مش ممكن يحصل في الحقيقه، الافيشنسي في الغالب بتكون اقل من 100% او اقل من 1. هنا كده لو اتحركنا شويه تعالوا نشوف مع بعض موضوع الافيشنسي ده ببساطه. الافيشنسي هنا اللي هو بيناقشها معايا بيقول لي فيها ايه؟ ان الافيشنسي مش ممكن تبقى 100%، بمعنى انها هتبقى دايما less than one مش more than one، عشان الليكويد في الغالب ممكن يكون في air bubbles. اللي راح غير فيكو تيل فرامل او زيت فرامل يفهموني، انك دايما الراجل بعد ما يغير لك تيل فرامل يقول لك اضغط كتير برجلك على الزيت بتاع الفرامل لحد عشان لو في air bubbles تضغطها ما يتأثرش على السيستم. وبالتالي لو في air bubbles some work is consumed في الكمبريسنج، بتضيع جزء من الورك ده انك بتضغط الاير بابلز الاول اللي هو الهواء اللي بيخش في الزيت بتاع الفرامل، بالتالي ده ممكن يعتبر يقلل من الافيشنسي. او الطبيعي بقى ان في فريكشن فورس ما بين البيستون والوور ذا كونتينر، واحنا اتكلمنا في ده. اذا مفيش مكبس كفاءته 100% ودايما اقل من الواحد. هي بس الشطاره ان انا اقلل نسبه النقص في الافيشنسي عشان احصل على احسن ميكانيكال ادفانتج ممكن. بعد كده عندي الريشيو ما بين البي لارج والبي سمول، او الورك لارج والورك سمول بوان طبعا في الايديال زي ما اتفقنا. ولو عندي تو بيستونز في تو ديفرنت ليفلز فدي ليها فكره مهمه قوي، ركزوا معايا. لو جالي مساله بقى الاثنين بيستون مش في نفس الليفل، يعني ايه؟ مش قدام بعض، اعمل ايه؟ فانا دايما بيبقى عندي الفكره كلها ان في جزء هنا، الجزء ده كده عباره عن ايه؟ الليكويد. الليكويد في السمول اعلى
من اللارج. فالمفروض الفكرة كلها بتاعت باسكال ان البريشر عند السمول بيستون هو نفسه البريشر عند اللارج بيستون. ده صح لو كانوا على نفس الليفل. طب لو في واحد اعلى من التاني، الجزء ده من الليكويد بيساعد السمول بيستون وبيضغط معاه لتحت، بس على انه البريشر لليكويد. طب ما انا عارف ان البريشر لليكويد عبارة عن ايه؟ رو جي اتش. اذا لو عندي مسألة فيها بيستون اعلى من التاني مش على نفس الليفل، بزود مع الجزء الاعلى الروج اتش. فانا عندي هنا المفروض كان بي سمول بي لارج ايكوال بي سمول. طب البي لارج اف كابيتال على ايه كابيتال، والبي سمول اف سمول على ايه سمول، بس البريش سمول بيستون كان معاه الليكويد هو اللي اعلى فبيساعده، فحطيت البريشر بتاع الليكويد معاه. نيجي الناحيه التانية اللي العكس، الجزء هنا اللي اعلى البريشر بتاع الليكويد في اللارج بيستون، فحطيته مع مين؟ مع اللارج وان. يبقى الموضوع ببساطة، لو لقيت الليكويد أعلى مع واحد من الاتنين، مع الصغير أو مع الكبير، بحط روجي اتش مع الجنب الإيه الأعلى فيهم وخلاص بمنتهى البساطة. ده كده كل الكلام اللي يخص إيه باسكال برينسيبل وأفكاره. تعالوا بقى إن شاء الله المرة الجاية مع بعض نشوف إزاي نحل على باسكال برينسيبل، وهنعمل بقى ريفيجن على كل الجزء اللي فات ده، بس إن إحنا نغطي باسكال والأجزاء القديمة، وان شاء الله نتاكد بقى من الجزء اللي هنقف عنده باسكال او لحد المانوميتر. احنا كده في السيف سايد ومش هيبقى عندنا مشكله، هنظبط بقى محاضرات للحل عشان نراجع على كل جزء ده. هبدا من اول الدينستي لحد ما نخلص شابتر 3 وان شاء الله على خير. وانتوا كده كده ما فيش ضغط عندكم، ما عندكوش امتحانات، ما فيش حاجه، فهنقدر نكمل مع بعض لحد ما نوصل ان شاء الله الفاينل باذن الله على خير. اشوفكم على خير يا جماعه، سلام عليكم.